ورجعنا لكم والاهلي خط احمر، وزي ما اتكلمنا عن لجنه الحكام حديثنا المره دي عن لجنه الانضباط. والمستشار المحترم او رئيس لجنه الانضباط المستشار محمد عبده صالح، واللي ادى موقف هو على طريقه كلاتنبرج وعلى طريقه غيره، ان انت لو بتحترم نفسك يا اما تعرف تطبق القرار ومالك من موقف ومالك من سلطة في اتحاد الكرة ايا كنت عضو ايه في المنظومة، يا اما تتنحى جانبا. لان اللي اتعمل كان رسالة مهمة جدا. وعندي تحفظ لما يطلع كهربا يتوصف بألفاظ بشعة جدا، وعشان كده احنا هنقول الألفاظ لان هي ذكرت في بيان النادي الاهلي. لما يطلع ده يتقال، وانا كنت سعيد ان النادي الاهلي ضمن الالفاظ عشان للناس كلها او البعض اللي عامل نفسه مش شايف يتقال له شوف بيحصل ايه. وعندي الاغرب ان اللي بيشتم واللي بيغلط واللي بيتجاوز بيقول حاجة غريبة جدا، بيقول اصل انا مش عنصر من عناصر اللعبة، فانت يا رئيس لجنة الانضباط مش هتعرف تحاسبني. مش قادر اتمالك تفكيري. هو العبرة في ما هو اخلاقي وما هو غير اخلاقي ان انت عنصر من عناصر اللعبة ولا انت مش عنصر من عناصر اللعبة؟ ده بعيدا عن ان النادي الاهلي وضح في بيان النقطة دي، وبعيدا عن ان احنا في الحلقة دي هنرد على النقطة دي، ولكن السؤال هو ما هو اخلاقي او غير اخلاقي يصنف بالناس هتقدر تحاسبني ولا لا؟ يعني انا ارتكب اي شيء بيخالف الاخلاق والدين والمعايير، وعشان لو عندي مبرر اصل انت مش هتقدر تحاسبني اصل انا عنصر مش من عناصر اللعبه؟ السؤال اللي تساله لكل الاجيال والناس اللي بتسمع هو اصلا الشيء اخلاقي ولا غير اخلاقي؟ مش هتتحاسب عليه ولا لا؟ وعشان كده دي مسؤوليه اكبر لو الناس بتبرر لنفسها ده لان هي لا تحاسب عليه، يبقى لازم تتحاسب. لازم تتحاسب. تعالوا نشوف النادي الاهلي في شكواه قال ايه؟ النادي الاهلي تقدم بثلاثة شكاوى الى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الاندية ولجنة الانضباط ضد رئيس الزمالك لقيامي عبر وسائل الاعلام المختلفة وقناة نادي رسمية بسب وشتم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي بالفاظ يعاقب عليها القانون، والتجاوز في حق والديه، والتحقير من اللاعب، والتنمر عليه، ووصفه بالقرد والكلب والصعلوك، وانه قليل الادب الى اخره، وكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء، وكذلك قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الاهلي ومجلس ادارته، وهو الامر الذي يخالف كل المبادئ والقيم، بل ويثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجماهير، وطالب النادي في شكواه بتطبيق اللوائح بوصف رئيس الزمالك ممثلا لنادي كعنصر من عناصر اللعبه، وقدم الاهلي حافظه مستندات تضم اسطوانه مدمجه تحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم الذي قام به رئيس الزمالك في حق اللاعب كهربا والتحقير منه، وكذلك يحق بحق النادي الاهلي ومسؤولي. هي دي القصه، وهو ده النادي الاهلي الذي كان واضحا وصريحا في تناوله للامر وكاشفا للراي العام، وبيضع الجميع امام مسؤولياته. واعتقد ان رئيس لجنه الانضباط حاول يتحمل مسؤولياته. اسامه وجهات نظر، يعني انا بشوف ان النادي الاهلي طبعا كان في شكوى تقدمت في كهربا بعد مباراه القمه، راحت لرابطه الانديه، رابطه الانديه راحت للجنه المسابقات، لجنه المسابقات قالت انا ما عنديش اي شيء يدين كهربا لان انا اللوائح اللي عندي بتحكم على تقرير مراقب المباراه والفيديو الرسمي من القناه الرسميه الناقله للمباراه، والاثنين دول ما فيش فيهم اي ادانه لكهربا. فايه القصه؟ تعالوا نروح للجنة الانضباط. لجنة الانضباط وصلها من النادي الاهلي مش بس ثلاث شكاوى، ثلاث شكاوى كانت لاتحاد كرة القدم للجنة الانضباط والرابط الاندية، لا وصلها ايضا استفسار من النادي الاهلي عن عشرات الشكاوى التي قدمت للجنة الانضباط ضد رئيس نادي الزمالك ولم يصدر اي قرار. خير، ايه اللي حصل؟ هل تم التحقيق؟ اخبرونا، افيدونا بالله عليكم، ولكن لا إفادة. طب الرد كان إيه؟ الرد إن لما تم التحويل للجنة الانضباط شكاوى من النادي الأهلي وسؤال عن الشكاوى الماضية، خرج رئيس نادي الزمالك بوضوح يتحدى السادة القضاة المحترمين ويتحدث ويخبرهم إنهم يسمعوا كلام اتحاد الكرة اللي قالوا لهم ابعدوا
عني. ده الكلام اللي اتقال، وتم الإساءة للقضاء. القضاء بعدها خدوا قرار بالتنحي وتقديم الاستقالة. خلينا نستعرض البيان عشان البعض حاول كاذبا يدعي ان الاستقالة بسبب آخر وان الضغط جاي من النادي الأهلي. بالرغم مما شهدته البلاد من إنجازات وتقدم في جميع المجالات شهد به القاسي والداني، إلا أن المنظومة الرياضية لم تواكب هذا التقدم، وشهدت من بعض القائمين عليها تردي في القيم والأخلاق. تاني، وشهدت من بعض القائمين عليها تردي في القيم والأخلاق، وهو مناخ لا يصلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه في حيدة وتجرد بعيدا عن أي انتماء رياضي وتطبيق للوائح الاتحاد المصري والدولي. لذلك قررت اللجنة بكامل أعضائها الاعتذار عن عملها التطوعي دون مقابل مادي بالاتحاد المصري لكرة القدم اعتبارا من اليوم، وتحتفظ اللجنة بكافة الحقوق القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت قبلها، والله من وراء القصد. رئيس لجنة الانضباط والقيم المستشار محمد عبد صالح. أنا البيان ده بيان محترم جدا، ولكن عندي تحفظ عليه. ليه عندي تحفظ عليه؟ لأن كان في قرار ممكن يكون أفضل بكتير من قصة الاستقالة. لأن ما ينفعش في وقت التردي القيم والأخلاق نقول إن هذا الجو غير مناسب للقاضي. ده هو ده أصلا الوقت المناسب تماما للقاضي. هو أنا دلوقتي لما يكون في تجاوز وتطاول وانفلات أخلاقي، مش المفترض بيحكمنا قانون؟ مش المفترض بكون في أشد الاحتياج لقاضي عادل؟ فإزاي أبقى سايب الانفلات الأخلاقي وأقول إن ده جو لا يناسب القاضي الذي يعمل في حيدة؟ ده هي دي الأجواء اللي بتعلو فيها قيمة القاضي، إن هو بيرسي مبادئ العدالة. لكن لو ساب وقدم استقالته، مين هيرسي مبادئ العدالة؟ مين هيمنع الانفلات الأخلاقي؟ مين؟ انا فاهم كويس جدا ان القضاء هيبتهم محفوظة، ولما يطلع حد كمان كان يعمل في هذا المجال او منتسب باي شكل من الاشكال لمجال المحاماة، المفترض يكون اكثر حرصا على سمعة القضاء المصري. ولكن ده لم يحدث، هذا لم يحدث. فكنت اتمنى القرار التاريخي اللي المفترض يصدر من لجنة الانضباط عقوبة، بل اشد عقوبة على من تجاوز في حقهم. هنا كان هيبقى القرار تاريخي. هنا بالنسبة لي كنت أقول عملوا كل ما يمكن فعله. ولكن الحقيقة أنا أحبطت جدا جدا جدا، ولا أخفيكم سرا، من استقالة السادة القضاة المحترمين. لأني شعرت أن لا أمل. من يطبق العدالة يتنحى، ومن يخرج عن النص يستوحش. الحل إيه؟ هوصل رسالة لشباب طالع مهتم بالمجال الرياضي وما اقدرش افصل المجال الرياضي عن كل مناحي ومجالات الحياه. اقول له ايه؟ اقول له المفترض يعاقب المخطئ بيتنحى والمخطئ بيستفحل امره؟ هقول له ازاي؟ ممكن يكون حل مثالي جدا ان كلنا بلا استثناء كله يقدم استقالته، زي ما حصلت قبل كده في عهد الكابتن محمد لطيف. ولكن الامانه ما كانش في خروج عن النص، كان في تحيز واضح للزمالك، لجنه حكام استقالت، لجنه الدوري استقالت، رئيس اتحاد الكره استقال، وبقى فاضل محمد لطيف لوحده، هو والنادي الزمالك. ويجي يقول لك دوري حسن شحاته، كله ده يعني اتكتب مقاله من الاستاذ نجيب مستكاوى قال ناقص بس احنا كمان رابطه الصحفيين نستقيل عشان كابتن محمد لطيف يستريح. فهل محتاجين ان كل الناس تستقيل وكل المسؤولين تستقيل من اجل شخص واحد؟ السادة القضاة المحترمين، انا كنت اعتقد بل كنت اتوسل اليكم التواجد واصدار عقوبة تاريخية، ربما يكون في آلية لتنفيذها في المجال الرياضي، او على الاقل اصدرتوا العقوبة وضحتوا مين المخطئ. لكن انا هقف عند جملة فيها امل. ما هو لازم هعمل ايه؟ طيب فيها امل ولو بصيص.
اللي هي الجملة الأخيرة، تحتفظ اللجنة بكافة الحقوق القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت قبلها. أتمنى يكون في موقف تاريخي إن أنتوا تنحيتوا من أجل يكون قاضي آخر عادل هو الفيصل بينكم، هو الفيصل بين المتجاوز والقاضي. وهنا وقتها أقول التنحي ده والاستقالة دي مبنية على إن مش عايزين يكون هم المجني عليهم وهم القضاة فيكون الأمر بدافع شخصي. هنا أقول البيان ده فعلا صدر من لجنة تعي جيدا مسؤوليتها تجاه المجتمع مش تجاه الوسط الرياضي. عشان هنا بقول ده تحفظي، وأتمنى الأساتذة الكبار والمستشارين وعلى رأسهم المستشار محمد عبده صالح إن هو يتخذ قرار باللجوء بالفعل لمحكمة ولقاضي آخر يفصل بين من تم التجاوز في حقهم ومن تجاوز في حق الجميع. بص، النقطة اللي أنت أثرتها أنا معاك فيها تماما، بس ربما يعني أنت خدت المفتاح دون ترتيب مسبق مننا، ربما يكون عندك تفسير في بيان اتحاد الكرة. هقول لك ليه أنا التمست لهم العذر، لأن في جملة أنت ختمت بيه اللي هي تحتفظ بكافة الحقوق القانونية، هقول لك جملة في بيان الاتحاد تفهمنا كلنا ليه اتحاد الكرة ربما دفع اللجنة دي دفعا إن هي يبقى ده القرار الوحيد اللي عندها. لأن بيان الاتحاد قال إيه؟ طبعا بيان غسل الإيد، هو ده اللي بيعمله الاتحاد المصري لكرة القدم، أزمة اغسل إيدك. كلاتنبرج نفس الوضع، اغسل إيدك من كلاتنبرج، اللي هو إيه؟ اربطوا المشاهد، اربطوا المشاهد عشان تفهموا القصة. كلاتنبرج أنت يا كلاتنبرج اتبهدلت واتساق إليك واتهمت باتهامات مباشرة أخلاقية واتهمت بالرشوة واتهمت بكل ده. إيه يا عم كلاتنبرج؟ إيه يا عم كلاتنبرج؟ أنت عايز كرسي في الكلوب رايح ماشي فين؟ ما أنت عندك لجان داخلية زي لجنة الانضباط تقدر تروح لها. طب تعالى بقى لجنة الانضباط نفسها. لجنة الانضباط نفسها بتستقيل، يبقى البيان الأولاني كان إيه؟ كانت إن أنت بتغسل إيدك من استقالة كلاتنبرج. طب تعالى بقى للبيان ده بتاع رد اتحاد الكرة وتعقيبه على استقالة لجنة الانضباط، واقرا اللي بين السطور. قال لك ايه؟ يؤكد الاتحاد المصري اعتزازه وتقديره واحترامه لجنة الانضباط والتي تمثل نخبة من قامات قضاة مصر، ده حقيقي ولا يستطيع احد التعليق عليه اماما. كما يثمن دورها الكبير في ترسيخ العدالة. حلو، اديني الكلام واديني الشعارات الجميلة دي. بص بقى هنا، ويشدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تمسكه باستمرار اللجنة في عملها واستقلالها التام كلجنة منتخبة من الجمعية العمومية ولها كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات القانونية دون تدخل من الاتحاد. معايا بقى هنا ثانية، عشان بقيت البيان قصة والحتة دي هي اللي تهمني ربطها باللي قاله أسامة، لأن أسامة قال جملة مهمة وختم بيها وقال إن هي بارقة الأمل بالنسبة له، وأنا متفق معاه تماما، وهي تحتفظ لجنة الانضباط بكافة الحقوق القانونية. دي بارقة الأمل فيما خارج اتحاد الكورة، ولكن فيما هو داخل اتحاد الكورة، اتحاد الكورة بيغسل إيده تاني. ليه؟ لأن اتحاد الكرة بيقول إن لجنة الانضباط لها كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات القانونية دون تدخل من الاتحاد. طب سؤال واحد لعموم الناس اللي بتتفرج علينا، لو الكلام ده منطقي أنا هسألك سؤال بالمنطق والعقل المجرد، سيبك انزع ميولك وانتماءاتك خالص، جاوب على السؤال ده. لو اللجنة دي لديها الصلاحيات والقدرة من الاتحاد ودعم القرار في ان هي تاخذ ما تراه، كانت لجنه الانضباط هتقول الجمله اللي اسامه اتك عليها وهي انها لها كافه اتخاذ حقوقها القانونيه خارج الاتحاد؟ لا طبعا. المنطق بيقول ان وانت جوه هتعاقب، وانت جوه هتاخد القرار، انما عشان لجنه الانضباط بتكشف وتعري اتحاد الكرة في الجملة اللي قالها ان لها كافة الصلاحيات وكافة الحق ان هي تاخد اجراءات القانونية داخل الاتحاد، طلعت قالت لا احنا هناخد اجراءاتنا القانونية في المكان اللي نقدر ناخد حقنا فيه مش في اتحاد الكرة اللي غلى ايدينا. اربط كمان بالجملة دي وهي الاخيرة واللي تهمني، رئيس النادي اللي في صدد كل المشكلة دي قال ما قالولكوا في اتحاد الكرة ابعدوا عنه. اربط المشهد كله هتعرف ليه
المشهد مشي بالشكل ده وليه اتحاد الكرة وانا وصفته بالمتواطئ. نعم التواطؤ ليس لفظ مسيء، التواطؤ هو المساعدة على عمل شيء ما، والتواطؤ من اتحاد الكرة ان هو عراب كل الاساءات وكل التجاوزات اللي بتحصل في الوسط الرياضي، لان هو السلطة والجهة التنفيذية في الرياضة المصرية اللي تقدر تعاقب رئيس النادي المسيء وفقا لآليات هنشرحها لكم فيما بعد. ده يا أسامة عشان كده انا مسكت في الجملة بتاعتك، لان انت اتكيت على جملة صح قوي، بس ربما اتحاد الكرة كشف نفسه في جملة بعدها. بس انا ما اخبيش عليك، انا لا مش هسودها. انا عايزين ندي الناس بس خوارقه يعني كلها. لا اصل انا شايف ان احنا في المشهد ده احرج اتحاد الكوره. لا لا هقول لك ليه احرج اتحاد الكوره. لما اقول لاتحاد الكوره انت اتهنت وتسبلك وتشتمت وما خدتش موقف، تمام، ده لازم الومه فيه، صحيح. لكن لما الاساءه تصل لمجموعه من القضاه والقضاه يتنحوا، فانا اتمنى عشان بس بركة الأمل إن القضاء شايفين إن المكان الطبيعي ل ده اللي احنا قلناه صحيح. ما هو أصل اتحاد الكرة، مع عشان بس نكون منصفين، اتحاد الكرة دلوقتي أنا طلعت كقرار كلجنة انضباط منع رئيس النادي الذي تعرض بإساءة 900 مباراة من الحضور، ما بحضرش. لا ما في قرارات تانية هنقولها. تمام. عشان ما نفكرش الناس إن القصة خليني لا لا بس. خليني أقول لك إن اللجنة الأولمبية خدت قرارات أقوى بكتير، واللي ابتعد عن المجال الرياضي 4 سنوات وما تطبقش. فانا هنا عشان اكون واضح. لا ما انا بقول لك، انا بقول لك الامل الوحيد ان نلجا لازم نمسك فيها اسامة. لازم اتحاد الكره مش قادر يعمل حاجه خالص، ولازم نضغط. انا بقول لك على الهواء لان احنا لازم نعمل ده ونحط. انا لو عايز اضغط اضغط على اللي عنده المسؤوليه اللي قادر ان هو يعني يدي بارقه الامل. اتحاد الكره مش قادر يا جماعه، اتحاد الكرة مش قادر، وأي عناصر اتحاد الكرة مش عناصر الكرة الحالية. كان الأستاذ المهندس هاني أبو ريدة كان رئيس اتحاد كرة القدم المصري، كان بيطلع بوضوح بيقول أنا بخاف من رئيس أحد الأندية، بخاف، وهو مسؤول في الاتحاد الدولي. فالقصة لا يفل الحديد إلا الحديد. عشان كده أنا أحبطت من فكرة تنحي القضاء. حضرتك قاضي، ده انا بلجأ اليك وانا مظلوم. ما ينفعش تسيب القضيه كده الا بسبب واحد، ان انت بتبحث عن ساحه محكمه يعاقب فيها المخطئ. ده اللي احنا متفقين فيه. لكن انا اروح لاتحاد كره القدم، ده انت كده بص، عارف انت قدام مسؤوليات ليس ثقه فيه. ما هو اللي احنا بنقوله ده، عارف محي الشرقاوي مع نفسك. لا يا جد انا بتضرب مع نفسك. الكلام ده يؤكد ان اتحاد الكره متواطئ وليس لديه الرغبه. ده احنا متفقين ان اتحاد الكره ليس لديه الرغبه، بس لما اجي اضغط خلاص هضغط على اللي متبقي مش اللجنه اللي راحت. هي دي الفكره. انا شايف ان اتحاد الكره يعني في الحته دي وعشان مش هو اللجنه الخبر اللي بعده هوضح له. ما هو اللجنه بتقول ايه بقى الخبر اللي بعده؟ تؤكد اللجنه اعتزازها وتقديرها لمجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم رئيسا واعضاء، وتثمن على ما ورد في بيان الاتحاد، الا ان اللجنه تؤكد تمسكها بالاستقاله من اللجنه للاسباب التي وردت في بيانها. ايه بقى الاسباب؟ الاسباب كانت واضحه جدا، انفلات اخلاقي، تجاوز في حقها، بتحتفظ بحقها القانوني. عشان بجد نحس ان في امل حقيقي لازم نروح للمسؤول اللي يقدر يطبق ده. انا هنا بضع الساده القضاه ولجنه الانضباط امام مسؤولياتهم في انهم انقذونا. بجد انقذوا المجتمع المصري مش المجتمع الرياضي فقط لا غير. انتم قضاه ولا يفل الحديد الا الحديد. دي النقطه المهمه جدا. لكن انا هلجا لا للاتحاد ده ولا اللي قبله ولا اللي بعده هيقدر يعمل اي حاجه. ولو عايز الجا لحد مسؤول فانا هنا هناشد سياده الوزير الدكتور أشرف صبحي المسؤول الأول عن المنظومة الرياضية في مصر. انجدونا.